ترضيك اللي حصل ده يابا؟ انا البنت تهرب عشان ما تتجوزنيش؟ طب وعلى ايه؟ ده انا عاصر على نفسي الامون عشان اتجوزها اساسا. قال ايه رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. ايه يا واد مش وقته الكلام ده. نلاقي البنت الاول امال. عم مضغور في داهيه، مش فارق معاه ان شاء الله عنها ما رجعت حتى. يا واد انت حد يسمعك. اشتري خاطر عمك يا اخي. تاني هتقول لي عمك؟ يابا دول مش شايفيننا اساسا، مش مستعنييننا، احنا خدامين عندهم مش اكتر. يا واد بطل هجوميه. البنت اللي تفشت دي لحمينا. ولو ما لقيناهاش العيب هعطلنا كلنا. ما حدش فينا كلنا هيقدر يرفع راسه في الحوار. افهم. هو اللي بيروح بيرجع. البنت عارفه هي بتعمل ايه كويس، وقادره وتتدب في عينيها رصاصه. اقطع دراعي من هنا اهو، لو ما كانت لايفه على حد. اما نشوف بقى الكبير اللي ما يرضاش بالعيبه هيعمل ايه لما بنته تظهر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. استني صاحبتي بعتت لي اخر رقم سميحه كلمته 4 مرات. شوفي. استني اشوف. رباح ابو الدهب. رباح. انا مش عارف دلوقتي اروح للحاج عبد الرب اقول له ايه. انا وعدته ان انا اجيب له بنته. يا عم احنا لفينا وسالنا لحد ما قعدنا دابت. هنعمل ايه؟ وبعدين ممكن تكون رجعت تاني. يا عم كان اسمه ايه ده؟ ايه ده؟ استنى كده تعالى. يا اخويا في حاجه الشارع ده معاك؟ انت عارف السوركي؟ اه انا عارف السوركي. تعالى معايا عشان حد عايز يشوفك. طب نطرمل حد مين اللي عاوز يشوف؟ اتكل على الله. الله حبيبي انت اهو. بقول لك ايه يا عرب، تعالى معايا بالذوق بدل ما تيجي عافيه. في راجل مهم عاوز يشوفك، ولو ما جيتش دلوقتي مش هيبقى حلو عشان ده. حلو عشانك ولا حلو عشان الحلو بعد الكشري؟ روح للي بعتك وقول له عرب السوركي ما بيجيش كده. يلا خطوش كمان حرمش. يلا 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 عشان ما يفكش في العربيه. يلا اركب يلا. لازم تحرقوا نفسكم. اسالوا مين عرب السوركي الاول. العيال دي شكلها تبع سعيد الجن باي. لا 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 لا، انا قطعت على نمر العربيه واعرف هم تبع مين. يلا يا بنت اللعيبة صباح. رباح ابو الدهب. طب ولا مؤاخذه يعني ست سميحه مالها ومال رباح؟ هو اخر واحد كلمها امبارح في التليفون عشان خاطر انها هرب. حاول تتصرف، ابوها ما يعرفش. لو خد خبر هيتبعها وتبقى نصيبه. ما تشيليش همها ست صباح، وكل اللي دار ما بيننا هيفضل سري ما بيني وما بينك. انا هتصرف باذن الله هوصل لها. طب عشان خاطري لو عرفت حاجه ابقى كلمني في التليفون. اعتبرها اختك. الشنطه دي تهويل على عيني. طب ازاي سميحه والرباح الاعور؟ الله. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.